الاهلي بتبقى كل الظروف بتبقى صعبه على اي فرقه بتلعب النادي الاهلي، ولكن المفروض كان عندنا دوافع اكتر. احنا فرقه بتنافس على الهبوط، كان المفروض عندنا دوافع اكتر للمكسب او التعادل. في فرق 4 بونت بيننا وبين وادي دجله، حاولنا من خلال المباراه، واحنا عارفين النهارده ان النادي الاهلي اهدى من اي وقت بعد ما حسم بطوله الدوري. مشينا الشوط الاولاني بشكل كويس، كان لينا فرصه في الدقيقه 45 كانت ممكن تفرق معانا كتير ان انت تسجل هدف في النادي الاهلي وتطلع بين الشوطين عندك دوافع اكتر. مع اول خطا بالنسبه لنا الشوط الثاني تقريبا في الدقيقه 15 كان الجول الاولاني للنادي الاهلي. الماتش بحس ان هو اتسهل عليهم شويه وبيزيد الضغوط على اللعيبه بتاعتنا اكتر. حاولنا نرجع من خلال التغييرات، سواء بدايه بجابر او اسلام الفار او جوده كراس حربه، ولكن في الاخر النادي الاهلي قدر بخبراته ولعيبته ان هو يحسم المباراه لصالح كل واحد. بقول هارد لاك وببارك للنادي الاهلي طبعا على بطوله الدوري، وقدامنا 4 ماتشات صعبه، والمشوار في البقاء في الدوري اكيد بيتصعب علينا بعد كل مباراه يعني، لكن حظوظنا لسه موجوده وعندنا ماتش صعب في ملعبنا مع الانتاري. نحاول ان شاء الله ان احنا ناخد فيه 3 بونت. في اسئله ما كانش عدد كبير يعني، هو التغيير وتدوير اللعيبه في 3 4 لعيبه بس، مش اكتر يعني. واحنا برضو بعد الاصابات يعني غياب مصطفى محمد راس الحربه مع رضا العزب، مع ان انت تريح جابر كان بيشتكي من الاصابه، فبرضو كان عندك 3 4 لعيبه. لكن في النادي الاهلي مش هتحس بالغيابات قد ما انت كنادي طنطا تحس بالفروقات والغيابات اللي موجوده يعني. لكن كنت يحصل ان النادي الاهلي يريح النهارده كابتن حسام، يريح بعض اللعيبه للماتشات اللي جايه، خاصه بعد حسم الدوري. عماد مبروك للاهلي النهارده ورد لك على النتيجه. حابب اسالك، حضرتك شفنا ازاي في الشوط الاول كتير من الفرق بتاعت عماد طنطا، هل ده كان فيه تعليمات من حضرتك؟ وكان في حته مثلا انت شايفها في خط النص الاهلي فيها مشكله، ولا دي مع ظروفها من المباراه؟ لا، هو رقم واحد يكون مع ظروف المباراه يعني، لكن احنا كان عندنا كثافه عدديه في نص الملعب الشوط الاولاني في 5 لعيبه، 3 في نص الملعب والاثنين اللي تحت الفيلد. طيب واشتغلنا بيها بشكل كويس عشان نمنع بس النادي الاهلي من الكره من التحضير، خاصه في الاثنين في نص الملعب مع السوليه واكرم. لكن قدرنا من خلال ان احنا لما كنا بنقطع الكوره كنا بنعمل هجمات مرتده كان بشكل كويس، ومنها فرصه سيف في الدقيقه 44 او في الدقيقه 45 الشوط الاولاني، لكن كان في تصديم من محمد مرسي او محمود غالي. يعني اقول لك الماتشات الكبيره لما تستغل فيها الفرص تعرف تجيب اجوان، زي الجول اللي احنا جبناه كده بالظبط يعني، لكن هي دي الكوره يعني. سؤال تاني ولا حاجه؟ فرص بقى طنطا كابتن عماد مع المباراه دي، برضه عدد الفريق مش كويس. ما اقول لك 4 احسبها بالبونت يعني، 4 مباريات 12 بونت، في فرق 4 بونت بيننا وبين دجله يعني، اللي يوصل ل 35 يعني انت مطالب من 4 مباريات تقريبا 9 بونت. اول يوصل 35 الاول، او بالتوفيق حد ياخد 3 بونت والتاني ما يعرفش ياخد 3 بونت، فكل الماتشات صعبه، لكن ما زال الامل بقى لكل الفرق اللي موجوده. طنطا شكرا. طيب مازال